من واشنطن ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، أهلا بك. ومن موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، أهلا بك. وأيضا نرحب بضيفنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور، أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصدق. أبدأ من السيد إيهاب، والتخوفات الأمريكية من أن يكون هناك تعاون ما بين إيران وروسيا، فعليا هل هذا التخوف جديد؟ هذا الإعلان جديد؟ ولا تدرك واشنطن من الفترة السابقة وبعد بدء الحرب في أوكرانيا أن هناك تعاون ما بين إيران وروسيا؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بالضيفين الكريمين وبكل المشاهدين. هو إعلان غريب في الواقع، لأنه كما حضرتك ذكرتي في آخر سؤال حضرتك، يعني هذا الأمر يعني واضح منذ زمن، وليس حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يعني منذ سنوات كثيرة هناك تعاون عسكري روسي إيراني معروف طبعا، وإيران تعتمد على روسيا بشكل كبير جدا في تسليحها منذ الحصار الاقتصادي والحصار الكبير المفروض عليها من الولايات المتحدة والدول الغربية منذ ربما عشرات السنوات، حتى منذ الثورة الإسلامية، فليس جديد هناك في هذا الأمر. أعتقد أنه تصريح يعني لن يؤخذ بعين الاعتبار في التحليلات السياسية على المستوى الحالي، لأنه بالفعل التسليح موجود، لكن الذي ربما يختلف اليوم والذي ربما يكون مثار للاهتمام هي نوعية الأسلحة التي باتت طهران تطلبها ربما أو تتعاون فيها مع روسيا. نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الأسلحة الأكثر تكنولوجية والصواريخ الموجهة بدقة والتكنولوجيا المستخدمة في هذه الصواريخ. تبادل المعلومات بين إيران وموسكو في هذا الإطار أعتقد سيكون له استفادة كبيرة جدا بين الجانبين، وسيؤرق بكل تأكيد الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن طبعا. سيد أندري، إلى أي حد موسكو اليوم مستعدة للقيام بتزويد إيران بطائرات مرواحية، طائرات سوخوي 35، وأيضا أن تزودها بأنظمة دفاع جوي؟ هل من الممكن أن تذهب موسكو إلى ذلك وتثير ربما حنق وغضب الغرب أكثر عليها الآن؟ يعني أولا كان هناك بخصوص الطائرات وكذلك المروحيات، كان هناك تصريح للجانب الإيراني في نهاية العام الماضي بأن يوجد هناك توافق بهذا الخصوص ما بين روسيا وإيران، فالآن تتم دراسة يعني تسليم هذه أو ناقل هذه الطائرات والمروحيات إلى إيران من روسيا، فلذلك التعاون مستمر. بالنسبة لمنظمات الدفاع الجوي، أنا أعتقد كذلك ستكون أو يوجد هناك مجال لتطوير فيه، يعني روسيا تنظر إلى إيران كشريك، كحليف حتى مهم بالنسبة لها، فأنا لا أستبعد بأن في نهاية المطاف سيتم تزويد إيران بهذه المنظومات الدفاع الجوي. بس أود أن أقول أو أشير إلى النقطة المهمة، كانت هناك بعض القيود في للتعاون مع الجانب الإيراني نتيجة القرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة يعني حول برنامج النووي الإيراني، ولكن تم رفع جزء كبير أو من هذه القيود، فلذلك لا يوجد هناك أي حواجز بالنسبة لروسيا لتتعاون مع إيران في مجال العسكري، في مجال الصفقات العسكرية، حتى في مجال الصواريخ، فلذلك كل السيناريوهات مفتوحة. نعم سيد مصدق، الغرب وتحديدا الولايات المتحدة ربما على رأسهم تتخوف من أن تنقل طهران إلى أذرعها في المنطقة تقنيات متطورة، هل هذا مستبعد أن تنقل طهران لأذرعها، وهل يجب على طهران أن لا تنقل لأذرعها وهي تستخدمها لتحقيق ربما أهدافها في المنطقة للضرب بهذه الأذرع؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ولمشاهديكم ولزملائكم ولضيفين العزيزين. أنا أعتقد أولا يعني هناك حرب، بكل صراحة يجب أن نقول حاليا هناك حرب، يعني وإن كانت لم تشتعل يعني بكامل طاقتها، ولكن هناك حرب، وروسيا أيضا خطوها وتوجهها واضح في هذه الحرب، هي تقف إلى جانب إيران، وهناك حرب حقيقية يعني حاليا مندلعة بين قوى المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من بريطانيا فرنسا وغيرها بالإضافة إلى الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.
وبالتالي ايضا موضوع التعاون الروسي الايراني هذا شيء ليس جديدا مطلقا، كما تفضل اخي الاستاذ ايهاب هذا ليس جديد. ثم ايران لا تحتاج الى ان تجري اختبارات على هذه المسيرات في داخل الاراضي السوريه، يعني يمكن ان يقوموا بذلك في داخل روسيا وحتى في داخل ايران. نعم هناك مشروع مشترك ايراني روسي، نحن لا ننكر ذلك، وهذا بحكم يعني تحالفنا الوطيد مع روسيا وتعاوننا العسكري الدفاعي معها في مواجهه الهجمه الامبرياليه. لماذا يسمح الجانب المقابل لنفسه ان يحشد طاقاته ويقوم بتجميع حلفائه ويفعل كل ما يشاء، ولا يحق للطرف المقابل ان يقوم بذلك؟ نعم، وانا ايضا لا استبعد ان توضع هذه الامكانيات تحت تصرف قوى المقاومه التي يسمونها بانها اذرع ايران، ولكن الموضوع ليس فقط لمصلحه ايران، الموضوع لمصلحة فلسطين ولمصلحة قضية أساسية مركزية تعتبرها كل الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية هي قضيتها المركزية والعمود الفقري لمواقفها ولسياستها الخارجية، وبالتالي كل شيء محتمل. ولكن هناك شك، يعني هذا الموضوع القديم كما أشار إليه الأستاذ إيهاب، لماذا يثار هذه المرة؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أمام ضغوط حاليا لشن حرب أو الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، وبالتالي هي تريد أن تتهرب من هذا الموضوع وتريد أن توحي بأن الحرب لها تكلفة كبيرة، وربما ستكون الحرب حرب كونية، حرب عالمية، تتدخل روسيا بكل أسلحتها وتوظف هذه الأسلحة لصالح إيران، وإيران أيضا تجهز المقاومة بكل الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة، وبالتالي الجانب الأمريكي يريد أن يوحي بأن هذه الحرب هي مكلفة، وربما هو يريد أن نصل ويتهرب من هذه الحرب. يعني هذا ما اعتقده، والا ما هو الدليل يعني طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ هو موضوع قديم وايران لم تنكر ذلك. نعم لدينا تعاون، نحن قمنا بتعديل وتحرير الكثير من السلاح المتطور الروسي، بحيث ان الجانب الروسي هو ايضا يستفيد من هذا السلاح. ربما نحن زودنا روسيا ببعض هذه المسيرات لكي نعرف جدوائيتها، لنعرف قدرتها ونختبر هذه القدرة في معارك حقيقية. ربما هذا الشيء أيضا إيران اختبرت ذلك، وهذا من حقها. وبالتالي أنا أعتقد يعني طالما الطرف المقابل هو في المواجهة، الطرف الآخر أيضا يحق له أن يعد نفسه ويجهز نفسه بكل الإمكانيات ويكون مستعدا. الحرب هي شارفت إلا إذا جنحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة وجنبت المنطقة من هذه الحرب. سيد إيهاب، من المعروف تاريخيا بأن يحق للحلفاء أن يكون بينهم تعاون عسكري وأن يكون هناك نوع من هذه الشراكات التي تتحدث عنها واشنطن وتقول بأنها مقلقة، ولكن ما رأيك بنقطة بأن واشنطن اليوم تقوم بإشاعة ونشر هذه الذرائع والحديث عن هذه الزوايا تحديدا ومخاوفها، لأنها وفقا للسيد مصدق هي ربما في وضع غير مريح بالنسبة لها، وتريد أن تجد خيوط جديدة تدخلها على المشهد للتخفيف أو من الضغوط عليها؟ ما رأيك بهذه الفرضية؟ أتفق معها بشكل أو بآخر، وربما من الممكن أن أضيف إليها أيضا أن واشنطن أو إدارة جو بايدن، لا أقول إدارة جو بايدن، لأن واشنطن اليوم ستختلف عن واشنطن بعد 4 نوفمبر القادم ونجاح دونالد ترامب الذي يبدو شبه مؤكد. أنت تجزم بنجاح دونالد ترامب؟ يعني بنسبة كبيرة أعتقد أنه سينجح طبقا لما أشاهده من أحداث وتطورات، يعني تشي بأنه ربما فرصه في النجاح أكبر بكثير من منافسه جو بايدن حتى اللحظة. يعني أنا أعتقد أن واشنطن اليوم أو إدارة جو بايدن اليوم تحاول أن تبعث برسالة للحلفاء وللعالم أنها يعني لا تريد التصعيد، بسبب أن هناك محور متشكل أصبح قويا بات يهدد، وهو محور روسيا إيران، وربما تنضم إليه دول أخرى في المستقبل أو جماعات وميليشيات أخرى. فهي تريد أن تقول أن يعني لا أستطيع بمفردي في هذا التوقيت أن أتعامل مع هذا المحور، كل ما أستطيع أن أقوم به هو المراقبة وردة الفعل. وهذه أعتقد هي دعوة للحلفاء أكثر منها
تبيان للحقائق، لأن الحقائق واضحة منذ مدة أن هناك تعاون، وهناك تعاون في التسليح وفي اللوجستيات إلى آخره بين روسيا وإيران. لكن هي فقط واشنطن يعني تزيح الستار من جديد على هذا التعاون الذي هو موجود أصلا بالفعل. الدول الأوروبية تعلم هذا، وربما أعتقد أننا خلال الفترة القادمة سنشاهد تحركات في هذا الإطار من قبل إدارة جو بايدن لمحاولة دعوة الدول الأوروبية أو حثها على التعامل مع إيران بشكل أكثر حزما. لكن المشكلة أنه إيران فقط أكثر حزما لن تفي بالغرض، لأن هناك مخاوف من روسيا وتطور روسيا وقدرات روسيا على الصمود خلال حرب أوكرانيا، برغم من كل الدعم الغربي المقدم. واليوم أصبحت الدائرة تدور على الأوكرانيين وعلى القوى الغربية التي دعمتهم، ولم يحقق الأوكرانيون أي شيء منذ بداية الحرب وحتى اللحظة. فالمكاسب كلها حتى اللحظة في هذا الإطار تسير في مصلحة روسيا. على مستوى الشرق الأوسط أيضا، إيران حققت الكثير بعد حرب غزة إسرائيل، يعني حركت أذرعها بالوكالة باتجاه المصالح الأمريكية وباتجاه القوى الأمريكية، وباتت تضربها في العراق وتضربها في البحر الأحمر عن طريق الحوثيين، وتؤرق مضاجع الساسة والعسكريين الأمريكيين في هذه الأماكن. وطبعا لا ننسى أن كل ذلك بسبب الموقف الأمريكي من حرب غزة أيضا، التي يعني أبدت توافقا كبيرا مع الأهداف الإسرائيلية منذ اليوم الأول، وانتهى الأمر إلى لا شيء. لا إسرائيل حققت أهدافها، ولا أمريكا حققت الأمن والأمان في الشرق الأوسط، ولا التصعيد لم يتم، بالعكس التصعيد تم وكل هذه الأمور تمت. فأنا أعتقد أنه سوء إدارة جو بايدن لهذه الملفات مجتمعة وضعها في هذا المأزق، الذي من خلاله ستقوم بتصريحات في مختلف الاتجاهات لربما توضح للعالم من وجهة نظرها بعض المخاوف التي هي موجودة أصلا ليس فيها جديد. نعم سيد أندري، ربما هذا الطرح اليوم الذي يتحدث عن المخاوف والقلق الغربي والأمريكي من التقارب والتعاون ربما العسكري بشكل أو بآخر ما بين موسكو وطهران، هو ربما لتجميع نوع من الحلفاء إلى جانب الولايات المتحدة كمواقف مراد أخذها تجاه إيران وأيضا تجاه روسيا. كيف تتعامل موسكو اليوم مع هذه التوجهات الأمريكية، وكيف تعول على شراكاتها سواء مع إيران أو أيضا مع الصين؟ أنا أعتقد وكما تفضلت، نعم نحن نرى أن يتم تشكل أو تشكيل نوع من المعسكرات. المعسكر الأول هو نعم روسيا والصين وإيران، فمقابل المعسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الدول الأوروبية بما في ذلك أستراليا مثلا وغيرها من الدول، أي أنا أعتقد أن الأمر أوسع بكثير من فقط قلق الأمريكي تجاه التقارب الروسي الإيراني. وأيضا على ما يبدو ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية أولا يعني التغيير موازين القوى، تحديدا القوى الروسية في الشرق الأوسط. أنا أقصد أن روسيا دائما قد حاولت أن تكون محايدة في مع كل دول الشرق الأوسط. حاليا برأيي شخصي فقط الأمور تغيرت بشكل كامل، نحن نرى أن العلاقات الروسية الإسرائيلية أصبحت أسوأ بكثير مما كانت في السابق. في نفس الوقت يتم هذا التقارب مع الجانب الإيراني وكذلك مع تغيرت مع لصالح يتم تشكل تغيرت بأي شكل سيد أندري، أصبحت أسوأ كما ذكرت أو ربما أخذت منحا مختلف مع إسرائيل، وكيف أصبحت مع دول المنطقة؟ يعني أنا أقصد يعني يتم ابتعاد الروسي عن إسرائيل ويتم تقارب الروسي والروسي الإيراني. نعم كذلك توجد هناك علاقات جيدة جدا مع الدول العربية من بينها السعودية من بينها الإمارات من بينها مصر غيرها من الدول العربية، فعلى ما يبدو هذا ما يقلق كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أن في نهاية المطاف يعني نحن نرى أن يوجد هناك تقوية التعاون بين روسيا من جهة وما بين دول الشرق الأوسط من جهة الأخرى، فلذلك توجد هناك هذه التخوفات الأمريكية. ثانيا برأيي شخصي ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر مرتبط بالممرات التجارية، يعني كان هناك محاولات الأمريكية لإقامة الممر التجاري من الهند
عبر الأراضي الإسرائيلية باتجاه الدول الأوروبية، ولكن فشلت هذه المحاولات الأمريكية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كذلك الحوثيون يقومون بعرقلة أعمال الممر التجاري القديم وهو عن طريق قناة السويس. ما هي الخيارات متاحة؟ بسيط جدا، يعني هناك حزام والطريق الصيني وكذلك الممر الشمالي التجاري الروسي، يعني طول الحدود الشمالية الروسية بحرا. فلذلك يعني الأمر مرتبط ليس فقط بهذه التحالفات، ليس فقط بهذه المعسكرات، بل كذلك بربما التغيرات في التجارة العالمية. فيعني كل المحاولات الأمريكية لإقامة الممرات التجارية الجديدة لحفاظ الممرات التجارية القديمة تصطدم مع الموقف للصين، لإيران ولروسيا، فتوجد هناك حتى منافسة في هذا المجال. سيد مصدق، المنطقة والعالم ككل في مرحلة تغييرية واضحة جدا، يعني منعطفات كبيرة بدءا من حرب أوكرانيا واليوم بعد أيضا ما حدث في غزة. إلى أي حد إيران مستعدة ربما لتغيير شكل طبيعة علاقاتها في المنطقة، وهناك رؤية جديدة لتشكل كما ذكرنا قبل قليل تحالفات جديدة، محاور كبيرة، في ظل مطالبة الجميع بالكف ربما عن دعم هذه الفصائل الموالية لها في المنطقة؟ هل هذا وارد بالنسبة لإيران أن يتغير هذا الشكل ويأخذ منحى مختلف؟ طبعا يعني كل شيء ممكن. اولا يعني موضوع الفصائل ودعم ايران لهذه الفصائل وفلسفه تاسيس وتشكيل هذه الفصائل المقاومه هو واضح كما قلت، يعني عندك مرات يعني هناك فرات للاسف، يعني هناك مشروع امريكي صهيوني يعمل بكل طاقته ويحاول ان يستنزف كل الدول العربيه والدول الاسلاميه ويستثمر ويستبيح كل الحرمات، ولكن في المقابل ليس هناك مشروع عربي إسلامي واضح يعني قوي رادع يستطيع أن يتواجه مع ذلك، وبالتالي هناك حالة تدمر لدى الشعوب، وكل هذه الأمور هي التي أدت إلى أن تصعد المقاومة أو يصعد هذا الفكر المقاوم، وإيران أيضا استفادت من هذا الفكر المقاوم. أساسا إيران لديها تجارب تاريخية، يعني العقيدة العسكرية القديمة، يعني أنا أتحدث إلى ما قبل 2500 سنة، يعني في عهد كيروش وفي عهد الإخمينيين في إيران. أيضا كان لإيران تواجد في اليمن وفي باب المندب وأيضا في مضيق هرمز. لماذا؟ لأن العقيدة العسكرية منذ ذلك الوقت كانت تقول أن من يستطيع أن يسيطر على مضيقي هرمز وباب المندب سوف يكون سيدا على العالم، وبالتالي إيران كانت تستفيد من هذه القاعدة لدحر القوى الاستعمارية التي كانت تأتي إلى هذه المنطقة، وإيران أيضا كانت دائما في مواجهة معها. نحن شاهدنا في هذه المنطقة أنواع كثيرة وألوان كثيرة من الاستعمار في الغالي البريطاني والفرنسي وأشكال متعددة، وبالتالي يعني هذا هو الأسلوب أبدا. أنا أعتقد يعني هذا الخلأ وهذا الفراغ هو الذي يؤدي، يعني إذا تكونت جبهة، يعني أنا أقول بكل صراحة لو أعلنت المملكة العربية السعودية شقيقة على سبيل المثال تأسيس جبهة يعني تكون جادة في ذلك، أنا يعني أؤمن وأقول بجزم أن إيران أيضا سوف تنضم إلى هذه الجبهة، وكل قوى المقاومة أيضا سوف تنضم. ولكن ما هو العلاج حاليا؟ نرى ماذا تفعل إسرائيل والجرائم والولايات المتحدة الأمريكية من اختراقات وخروقات في القانون الدولي. على أي حال كل هذا الموضوع السؤال دارس لنا نجيب على سؤالك بإيجاز، أنا أقول هذا الشيء مرتهن بما سيقع في المستقبل، يعني إذا شاهدنا تحسنا أكثر في المواقف العربية والإسلامية باتجاه ممارسة الضغط الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل من أجل مصلحة دول هذه المنطقة، إيران سوف تتكيف مع هذه الفكرة وسوف تنضم، وأساسا يعني سوف لن يبقى أي مبرر لوجود شيء اسمه المقاومة. المقاومة هي ردة فعل أمام ظلم، أمام استعمار، أمام استباحة، أمام خروقات، وأمام تجاوز وتطاول على حقوق شعوب هذه المنطقة. نعم سيد إيهاب، إلى أي حد موقف الولايات المتحدة اليوم وتعاطيها مع الأحداث في غزة والدعم
لإسرائيل وعدم اتخاذ ربما موقف طالب به الكثير بما يخص وقف إطلاق النار في غزة ووقف هذا النزيف البشري فعليا المستمر، أثر على الجميع كردود فعل، كعلاقات مستقبلية ربما لواشنطن، وهل تشعر هي بأنها أخطأت كما يقول البعض؟ نعم، سؤال حضرتك مهم جدا، وأريد أن أقول إن بالفعل قرارات واشنطن في التعاطي مع حرب غزة منذ، لا أقول اليوم الأول، لأنه اليوم الأول كان هناك تعاطف تقريبا من دول كثيرة مع إسرائيل بسبب تعرضها لهجمة كبيرة من حماس، ولكن بعد ذلك عندما بدأ رد الفعل الإسرائيلي المفرط وأعلنت واشنطن دعمها لا محدود ودون خطوط حمراء لإسرائيل، وذهبت إسرائيل إلى أقصى مدى في إبادة الفلسطينيين وهدم كل شيء داخل قطاع غزة، وجدت نفسها واشنطن يعني مضطرة للتعاطي مع هذا الأمر إلى أبعد مدى والذهاب مع إسرائيل إلى أقصى هدف ممكن تحاول إسرائيل أن تحققه بالرغم من أنها لم تحقق أي أهداف، ووجدت نفسها في خانة وفي زاوية محشورة مع إسرائيل دون دول العالم. وأصبح ينذر الإدارة جو بايدن أنها إدارة ترفع شعارات وتطبق أخرى، وليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا إلى آخره. وهذا ألب حتى على جو بايدن والديمقراطيين المواطنين الأمريكيين أنفسهم. شهدنا التظاهرات التي خرجت، ولا أقول تظاهرات من عرب ولا شرق أوسطيين فقط، من كل الأعراق ومن كل الأجناس ومن كل الأديان، ومن اليهود أنفسهم ومن الإسرائيليين أنفسهم المقيمين داخل الولايات المتحدة. فوجدت واشنطن نفسها مضطرة أن تسير خلف نتنياهو، لكن نتنياهو أصبح له طموح جامح لا تستطيع حتى واشنطن أن توقفه، ولكن مضطرة للأسف الشديد أن تظل في سفينة نتنياهو حتى إما أن تصطدم بصخرة في البحر وتتفتت، أو أن تستطيع أن تكبح جماحه، وهذا ما ليس بيدها، لا توجد بيدها تلك هذه الأدوات للأسف. هل تترك نفسها تغرق كرمى لعينين نتنياهو؟ يعني قد يسأل هذه بعض. شوفي حضرتك، يعني حضرتك وضعت يدك على السؤال الأصعب في كل ما نشاهده، قدرة جو بايدن. طيب أقول لحضرتك، اليوم جو بايدن ألم يتهم نتنياهو بأنه أصبح لإسرائيل فرط، يعني أصبحت مفرطة وما تقوم به غير صحيح، وأن الذهاب إلى القطاع إلى رفح أمر غير مرحب به، ألم تقل إسرائيل كل هذا الأمر؟ نعم. طيب إذا لماذا لا نذهب اليوم لمجلس الأمن ونختبر تصريحات واشنطن، تصريحات جو بايدن؟ نذهب لمجلس الأمن ونطالب بوقف إطلاق النار. أنا أؤكد لحضرتك أن أمريكا ستستخدم مرة أخرى حق النقد الفيتو. شكرا. يعني نعم. شكرا جزيلا، وأعتذر من ضيوفي من واشنطن، كنت معنا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، شكرا لك. من موسكو كان معنا أيضا المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، وأعتذر لضيق الوقت. ومن طهران أيضا شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي مصدق بور، شكرا جزيلا.